محمد ألف ألف مبروك. خبرنا اليوم شو شعورك من بعد سنوات من الحب والعشق؟ الله يبارك فيك يا رب. أول شيء بدي أقول لك نورتيني وأنا كتير مبسوط بوجودك. نحن مبسوطين عم نشاركك هذه الفرحة. تسلمي لي يا رب، وجودكم غالي جدا علي. إذا بدي أوصف أنا بأسعد أيام حياتي يعني هاليومين فعلا، وبعد في فرحة كبيرة كمان بسوريا إن شاء الله بعد بكرة. رشا هي أحلى حدا بكل حياتي والكلام فيها قليل، مبسوط فيها ولكن ما شاء الله مثل القمر طالع اليوم. قلنا اليوم شو اللي جذبك برشا؟ يعني اليوم اول مره بحدا بيصورها، ممنوع حدا يصورها، انا ما بخليها تطلع الاعلام. يعني بتحب؟ لانه هي ما بتحب، مش انا كمان، بس انتم نورتوني اليوم وانا حبيت هيك اختصكم بهالشيء السبيشل. رشا خبرينا اليوم شو بتقولي له لمحمد؟ انه كتير كتير بحبك وانت نور حياتي يا عمري انت وانا خليليك يا عمري انت. شفتوا عديرة محمد اليوم بدك تكون شيء نكدية او شو؟ جرب اعمل له اكلة طيبة. ايه الاكل، حكي على الاكل، قد ايه بتعرفي شاطرة؟ طبعا يعني I'm gonna try. اهم شيء انها منورت لي حياتي وبحب اقدلكم، وميرسي كثير لكم انكم جيتوا.